ومن نادي الزمالك هنروح سريعا الى نادي الاهلي، وتحديدا فريق نادي الاهلي الفريق الاول اللي بدا النهارده فتره الاعداد للموسم الجديد بعد راحه يعني اقتربت من 21 يوم بعد انتهاء الموسم الماضي اللي شهد تلاحم وارتباطات كانت كبيره جدا على جميع الاصعده بالنسبه للنادي الاهلي، ارتباطات محليه وارتباطات قاريه وارتباطات كمان عالميه كاس العالم للانديه. وبيخوض النادي الاهلي مرانو اليوم على ملعبه الرئيسي ملعب مختار التتش تحت قياده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللي عاد من بلاده امبارح من سويسرا، كمان هيظهر في مران اليوم السويسري من اصل ارجنتيني كارلوس برانجر مدرب الجديد في جهاز كولر اللي اوصى المدير الفني كولر المدير الفني النادي الاهلي ان هو يتعاقد معه النادي الاهلي من اجل علاج بعض القصور المدير الفني اللي شايفها في النواحي الفنيه للاعبي الفريق، حيث تعاقد مسؤول النادي الاهلي خلاص مع بيرنجر بناء على رغبه كولر مع نهايه الموسم الماضي. يمكن كمان النهارده يعني التمرين هيشهد جزء من مرحله فك العضلات وبعض التمارين الاستشفائيه للاعبين، كمان هيشمل القياسات البدنيه استعدادا للموسم الجديد. بياخد كمان النادي الاهلي تدريباته على مختار التتش مدة 4 ايام، وبعديها هيسافر الفريق زي ما حضراتكم عارفين لمعسكر تدريبي خاص هيكون في النمسا خلال فترة من يوم 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، وهو المعسكر اللي هيتخلله أكيد مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد اللي هيخوض فيه المارد الأحمر منافسات قوية بشكل قوي جدا سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإفريقي. والنادي الأهلي بيستعد بشكل قوي جدا مع مارسيل كولر محقق نجاحات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، يعني نقدر نقول العلامة الكاملة منذ قدومه كسنة أولى له كمديرا فنيا للنادي الأهلي، محقق كل البطولات 5 بطولات نقدر نقول باستثناء كأس العالم للأندية، يعني ما نحسبهاش بطولة على النادي الأهلي، النادي الأهلي بيشارك أكيد مع أندية كبيرة جدا على المستوى العالمي، 5 بطولات قدر يحققهم مع النادي الأهلي، بيستعد بشكل قوي جدا مع معسكر النمسا للموسم الجديد. كمان خلال الساعات القليلة المقبلة مسؤولي النادي الأهلي أعلنوا تجديد عقد خلاص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لمدة موسمين بخلاف كمان الموسم المقبل اللي احنا خلاص داخلين عليه ليستمر المدرب السويسري في القلعة الحمراء بكده 3 مواسم قادمة مع النادي الأهلي. أنا خلاص مسؤول النادي الأهلي جميع الاتفاقات مع المدير الفني خلال الأيام الماضية بالتفاوض كمان معه ومع وكيل أعماله دينو لامبارتي واللي أسفرت على اتفاق تام حول جميع البنود والتفاصيل الخاصة بالعقد، وبيأتي اتفاق كولر مع النادي الأهلي على التجديد لمدة موسمين بعدما رفض المدرب السويسري العديد يعني من العروض الخارجية أبرزها منتخب كوريا الجنوبية اللي عرض على كولر ومن أندية كمان كانت كبيرة جدا في السعودية وفي الخليج، حيث فضل المدير الفني البقاء مع المارد الأحمر لاستكمال مشروعه التدريب اللي هو حاطه اللي شهد نجاح كان كبير وواسع زي ما قلت لحضراتكم خلال أول موسم ليه مع الفريق بالفوز ب5 بطولات. قدر يفوز بالدوري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر بجانب كمان الفوز بالسوبر المصري مرتين مع النادي الاهلي، بذلك يحقق المدير الفني السويسري العلامه الكامله مع النادي الاهلي. ومش بس كده يعني قدر ان هو يخلق حاله من التنافس الشديده في صفوف الفريق الاهلي، اصبح اللاعب الاساسي زي اللاعب الاحتياطي بيقدر ان هو ينزل يغير من شكل الفريق. كمان الشخصيه اللي بيتمتع بيها المدير الفني مارسيل كولر اكيد فرقه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي بشكل ايجابي في الموسم اللي فات، عشان كده النادي الاهلي على طول اتفق مع المدير الفني ان يكون متواجد مع النادي الاهلي حتى عام 2026، 3 مواسم قادمه الاهلي هيكون متواجد فيها مع كولر عشان يبقى في حاله من الاستقرار اللي اكيد هتعود بالنفع على الفريق في المرحله القادمه.